مهرية هتبقى الموضوع بالنسبة للنادي الأهلي سهل. تمام، استأذنك نبارك للكابتن محمد يحيى المدير الفني لفريق 2000 والفائز بدوري المرتبط. كابتن محمد ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك يا حبيبي، ربنا يخلي حضرتك ودايما كده رافعين راسنا لفوق. ربنا يخلي حضرتك، متشكر جدا، والف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، يعني الف مبروك علينا كلنا. يعني احنا بنبارك لك على السريع كده لغايه بقى لما تدخل بقى في العاب الصالات، كده يرحبوا بيك اكتر ويتكلموا في تفاصيل معاك اكتر. لكن كلمني كده في عجاله عن المباراه النهائيه، كانت اطرافها وكسبتوها وفرحتكم بيها. والله طبعا احنا كنا بنلعب في النهائي فريق نادي الجيش، فريق محترم جدا طبعا، كان ماشي حتى طول الدوري متصدر الدوري يعني لغايه الماتش النهائي ده، فرقه محترمه فيها امكانيات كبيره جدا، ولكن احنا الحمد لله برضه بفضل الله اشتغلنا على المباراه كويس جدا. اللاعبين كلهم كانوا على قد المسؤوليه، والله مشي الماتش كويس في الاول يعني الحمد لله، وفي الاخر فرقنا خلص الماتش 22 18، وبصراحه كانت فرحه كبيره جدا لان احنا مرينا الظروف كبيره السنه دي بالذات في الموسم ده، لان عندي لعيبه كتير كان في اصابات طبعا، انت عارف المرحله السنيه دي كلها ثانويه عامه، فالناس كلها بتيجي على دروسها وبتيجي على دراستها، فبس بصراحه انا بشكر طبعا على الهواء طبعا كل اللعيبه، لان اللعيبه ادوا بصراحه اداء رجولي وكان على قد المسؤوليه النهارده، بشكرهم كلهم، بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس الجهاز كابتن عمر شوقي للدعم الكبير ورا الفرقه، وبشكر حضرتك طبعا والله يبارك في حضرتك يعني. لا لا ده واجبنا يا كابتن محمد، لكن ابرز نجوم المباراه مين؟ انا يعني الفرقه كلها نجوم، لكن مين اللي بتثني عليه جامد جدا في هذه المباراه؟ والله يا كل فرقه نجوم، انا مش عايز ازعل ولا كان ليهم النهارده كان ليهم تاثير طبعا، حط ماركه كويسه، احنا عندنا عبد الحميد حميد ده لعيب منتخب مصر مواليد 2000 وبيلعب في قطاع منتخب الشباب، في محمد سعيد ده مدافع قوي جدا جدا يعني طبعا ان شاء الله يبقى له مستقبل جدا، ما شاء الله طبعا ياسر سيف برضه منتخب مصر، عمر بيبو، كل الناس والله كانوا كويسين، ومفاجاه مصر طبعا كانت الدحليه كانت عامل مباراه قويه جدا طبعا، والله مش عايز انسى حد لان اللعيبه كلهم كانوا رجاله، اللعيبه كلها كانت بتقاتل في الملعب، فانا بشكرهم من خلال برنامج حضرتك، بشكرهم على الهوا يعني، الناس بصراحه عملوا مباراة قوية جدا 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 الحمد لله بفضل الله يعني. ألف ألف مبروك يا كابتن، ودايما في انتصارات ودايما رافعين راس الأهلي كالعادة لفوق. ألف ألف مبروك كابتن محمد يحيى المدير الفني لفريق 2000 والفائز بدوري مرتبط. أسف كابتن، خرجنا عن كان لازم نبارك لهم.